بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل معاكم الكرومب. يلا بقى نشوف ماما هتعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا يا جماعة كرومباية، جايبينها كده بقالنا يومين، ان شاء الله هنعملها معاكم النهاردة. انا بقور كده القلب بتاعها، لفوا كده الكرومباية وانتوا بتقوروا كده. نتحكم كده فيها حتى لو مطلعتش، نلف عليها تاني بالسكينة يا جماعة. كده هنفرغ ورق ورق، مخافوش مش هيتقطع مننا الورق، بس ايه اخبطوا كده عليها وورق ورق هتطلع معاكم. كده بنطلع الورق كده اللي هو الاخضر عشان هنعمله في الاخر، انما الورق الابيض نسلقه ان شاء الله الاول. طلع كده ورق ورقه، حتى لو اتقطعت يا جماعه مش مشكله، ما هي كده كده هتتسلق وهتتعالج ان شاء الله. كده طلعنا كذا ورقه منها، كده نطلع بقى القلب اللي جوه ده وهنسلقه. معايا ميه سخنه كده، نحط فيها شويه ملح وشوية كمون. كده كده بقى الكرنب عايز الكمون. نزل الكرنبية كده بتاعتنا، هي مش الحلة صغيرة عليها ولا حاجة، بس هي كده كده هتتسلق ان شاء الله. ما تتسلق بتهبط وتنزل كده. نقلبها معاكو. نزلها كده لجوه كده في المية السخنة. ندوس عليها بس كده دوسة عشان ايه تتشرب كلها من المية السخنة. هنطلع كده بقى ان شاء الله ورقة ورقة بالشوكة، مخافوش يا جماعة الشوكة هي بتطلعها حلوة. ايوة كده ماشي. ايه ماشي يا ماما. تعلمي ايه حاجة تنفعك. ما بتعلم منك قصة الحبايب. كده يا جماعة نخلص بقى الكمية اللي معانا ونعمل ان شاء الله بقى دلوقتي، نسقطها كلها كده في المية. هنعمل ان شاء الله التحسيلة، اهم حاجة التحسيلة كتر البصل، بصلتين تلاتة كده عندك حلوين كده كبار، افرميهم او قطعيهم. بحط زيت وبحط حتة دهنة، هو بقى بيبقى عسل او الكرنب في الدهن بالده. ترجم لي يا ايه. نقلب كده يا جماعة في البصل لحد ما تتحمر. نزل شط فلفل اسود، انا حطيت الملح في الاول. نزل كده فلفل اسود ونزل شط كمون، لازم الكمون في المحشي. انا حطيت الملح برضو، وبعد ما بحط الطماطم وتتسبك معايا بدقها قبل ما احط الرز عشان اشوف قال الملح معايا مظبوط ولا لا.
اللبن كده لحد ما تحمر شوية كده معايا. الخضرة بقى يا جماعة أهم حاجة تجيبوها تنضفوها وتحط عليها شوية خل، لازما عليها شوية خل. أنا بجيبها أطلع كل الحاجات الحشائش اللي فيها دي الغريبة دي وأغسلها وأنقعها في خل، وبعد كده بخرطها. أنا ضربة طماطم وعليها قرن فلفل، الكيلو الرز عليه كيلو طماطم او شفشق طماطم، هو بيجي كيلو معايا الطماطم. بنزل شوية بس الاول كده يعملوا وش واقلبهم كده شوية. وبعد كده هننزل بالطماطم كلها بتاعتنا. حسب بقى ما هتعملي رز عليه كيلو، الكيلو الرز عليه كيلو طماطم، وتضربي معاه قرن فلفل تقطعيه كده. بعد ما تتسبك بقى ندوق الملح بتاعها كده. معايا الكرنب اهو بقطعه، نعدل الكرنبايه كده بس. ايه كانت حاطه لي الموبايل في قلب ايدي. انتي اللي مش عايزه تحركي ايدك. نقطعه كده صغير كده، احنا بنحب ال بتاع الورقه تبقى صغيره كده عشان الصباع يبقى صغير معايا. عارفه ايه، المره الجايه خليك انت اللي تعملي لوحدك. ان شاء الله. دبست ولا ايه؟ تعلمي حاجه لبيتك بعد كده. لا تيجي تعملي لي يا حبيبه قلبي. محدش بينفع حد يا قلبي. شيل كده العنق كده، سهل قوي على فكره يا جماعه الكرنب، انما الورق العنب مش صعب برضه، بس لفوا بقى الرقم. اعمله لكم ان شاء الله. مفيش حاجة بتصعب عليكي خالص. الورق العنب خلاص طلع بقى الجديد، نعمله ان شاء الله معاكم. نرصه كده ونحطه في صينية جنبينا عشان يبقى سهل في ال، احنا بنصبع على طول كده بقى. التعسيلة او التخديعة او التسبيكة زي ما كله بقى، كل واحد ليه مقولة. نحط شت خضرة كده، شبت على كزبرة على بقى تونس حسب ما بتحبه. انا كده بحط وبوطي النار خالص قبل ما احط الرز. مش هتدبل معايا ولا حاجه يا جماعه، بس حطوها كده عشان بتطعم التحسيله. انزل بالرز بقى كده، انا اصل الرز كده وبنزل كده بقى بيه واحده واحده واقلب. انزل بالباقي كده، نقلبه كلنا لحد ما يتجانس مع بعضه والمية دي تتشرب. انا مش بسويه على النار، انا بوطي عليه بس عبال ما المية تتشرب منه. وبعد ما تتشرب المية بروح نازلة بالخضرة كلها بتاعتي عشان الخضرة ما تتبلش وتنزل المية بتاعتها. نقلب كده شوية حلوين كده، انا مطية خالص يا جماعة. ننزل بقى كده بالخضرة كلها،
نقلب كله كده مع بعضه. نقلب كله كده ببعضه واطفي النار خالص بقى وقلبه كله، هو كده اتشرب كله من بعضه. احطه في حاجة بقى عشان احشي الحلة دي واغسل الحلة، واجيب بصل على طماطم على فلفل فقعر الحلة كده عشان يطعم المحشي. نحشي بقى، سهل قوي يا جماعة الكرنب، والله سهل قوي 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 قوي. وانت ايه بتعرف تعمله؟ تيجي تفضحيني؟ انا بقول له من انت بتعرف تعمليه. ايوه انت كده حبيبة قلبي، بصي انا بعرف اعمل كل حاجة. على شغل فكرة بتاع سهل معايا والله، سهل قوي يا ايه الكرنب. طب ما انا عارف. تعرف تحشي؟ ما مين بيقعد يعمل تعرف معايا؟ تعملي؟ على فكرة انا بعلمها دلوقتي. اتعلمها من دي. شوف السبع مقنرة ازاي وحلوة ازاي. تسلم ايدك يا ماما. يسلمك يا حبيبتي، والله الكاميرا ظلمة بتاع الخلطة دي، ده الخلطة جميلة. والله ظلمة. بيصور هو اللي ظلمك. خلص بقى الكمية يا جماعة اللي معانا ونرجع ان شاء الله. هنسقيها بقى بالشوربة بتاعتنا، انا زبطت شوربة ودقتها كده، وهننزل بقى بيها. انا مش بسقي الحلة لحديت اخرها، يعني قبل الرأي الاولاني ده بسقيها شوربة. هوريكم دلوقتي، اخلي ايه تنزلكم الكاميرا في قلب الحله. هي كده كده منزلها في الحله. نهزها كده، انا بعملوش كله جنب بعضه كده، انا بعمله عشوائي كده عشان تسيب على بسرعة. اساس يتب بسرعه. شفتي شطوره. نطفي شوفي ازاي؟ شوفي الشوربه قبل الرأي الاولاني، عشان كده كده انا حاطه الخضره خضره فهتنزل ميتها، فعشان الميه كده بقى ما تغرقش الدنيا. بنزل كده بطماطمايه وعليها قرن فلفل وشط فلفل وشط فلفل اسود وشط بتاع ملح، ملح. ركزي. وبنزل كده بالطعم المحشي وبتخليه جميل. ده المحشي بقى بتاعنا يا جماعة بعد ما طلع ما شاء الله جميل وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس.